اليوم عندنا بداية المؤتمر الخاص بالقنب الهندي، وهذا المؤتمر هذا جاء في واحد الظروف اللي هي دولية، ديال أن هذه النبتة كانت تعتبر مخدر، ولكن الآن مجموعة ديال الدول دخلت درت أبحاث وبدأت كتقننها في الاستعمالات الطبية والصناعية، وبالتالي فالبلد ديالنا نفس مشات في نفس الصيرورة وخرجت واحد القانون خاص لتقنين استعمال هذه النبتة في البلد ديالنا في المغرب. وفي هذا الإطار هذا قررت الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس تنظيم هذا المؤتمر هذا اللي كيدخل في واحد الإطار ديال المساهمة في البحث العلمي خصوص هذه النبتة هذه. فجميع المداخلات اللي هي مبرمجة خلال هذا المؤتمر هذا كتدخل في الإطار ديال تاريخ هذه النبتة هذه، في إطار كيف الحفاظ عليها، كيف تثمينها، وهناك جانب آخر اللي هو ديال الجانب الدراسات العلمية اللي كتخص الفيتوكيمياء، اللي كتخص الفارماكولوجي ديال هذه النبتة هذه والخاصيات ديالها. وأيضا عندنا بين الضيوف الصناعة، دونك المعامل ديال الصناعة الصيدلانية في المغرب اللي غيعطونا هما التجربة ديالهم فين وصلوا في هذا الإطار هذا. وعندنا مجموعة ديال المواضيع اللي كتخص استعمالات هذه النبتة هذه والمنافع ديالها في مجموعة ديال الأمراض، كوسا سوا السرطان، كوسا سوا أمراض الجهاز الهضمي أو الأمراض الجلدية أو مجموعة ديال الأمور. وفي هذا الإطار هذا كيدخل دونك هذا الباب ديال هذا المؤتمر هذا. أيضا هذه النبتة غادي نشوفوا مثلا تجوانب ديال الجانبية، الأعراض الجانبية اللي ممكنة من تسممات وكيفية تفاديها إن شاء الله. وبالتالي غادي تخرج مجموعة ديال التوصيات من بعد هاد المداخلات كلها اللي غتقدر تساهم بواحد الشكل جيد في تطوير هاد النبتة هادي واستغلالها وتعطي واحد القيمة مضافة بالنسبة للمغرب لهاد استغلال هاد النبتة هادي. مخاطر استعمال هذه النبتة كانت واضحة من قبل، هو لأنها كانت تستعمل كمخدر وكان الناس يستعملونها كمخدر. الآن وبعد القيام بعدة أبحاث اتضح حول العالم أن هنالك مكونات من هذه النبتة اللي عندها واحد الفائدة يمكن أن تستعمل كنبتة طبية، ولكن يجب هذا الاستعمال يجب أن يكون بطريقة مبني على طريقة علمية وطريقة مقننة. في هذا المؤتمر سيتم الحديث عن استعمالها في بعض الأمراض مثل الأمراض العصبية، مثل بعض أمراض القلب إلى غير ذلك من الأمراض، ولكن هذه الاستعمالات هذه مبنية على بعض الأبحاث العلمية التي يجب التعمق فيها. ولذلك من أهم التوصيات لهذا المؤتمر هو تكوين فرق للبحث العلمي حول هذه النبتة وحول مكوناتها لفهم أكثر وللبلوغ أكثر إلى فوائد بعض مكوناتها. هذا المؤتمر هذا كيندرج في إطار الشراكة، عقد اتفاقية الشراكة ما بين الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية وكذا كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس. وهو بما أن نبتة القنب الهندي هي قبل كل شيء نبتة طبية، فهذا اللي اهتمت بها الوكالة منذ قبل تقنين هذا استعمالات هذه النبتة هذه. وهنا فهمتي هذا المؤتمر هذا جاء فهمتي زعما اللي نقل المستجدات العلمية، آخر مستجدات علمية حول هذه النبتة. أبرز هذه المستجدات بأن هذه النبتة هذه اللي كنا كنعتبروها منذ القدم بأنها مخدر يمكن استعمالها في جوانب أخرى، ممكن استعمالها في التغذية، ممكن استعمالها كعلاج كأدوية، وممكن استعمالها كذلك في النسيج من غير يعني بغينا نخرجوا بهذه النبتة من الظل للنور. أنا في الأول هي كان من الصعب بأننا نقتنيوا هذه النبتة هذه ونخدموا عليها، دابا هذه نوليو نخدموا عليها بكل أريحية، وحتى زعما كافة زعما الأسرة العلمية هذه تخدم على هذه النبتة هذه.